معنا يا شباب جهاز اطلاق نفسه مع الوميض، يعني جهاز اطلاق الوميض الطبيعي. مهم يلا نبدي اسنان البلبل. اسنان البلبل اسنان طبيعيه، بلبل قوي بهذن حادات اكثر، والسيف طالع والوانه رهيبه، بس المشكله ماكو حديد وشريحه التحديد لازقه. بسيفين نفس السيف الوهاج، بس هذن الضربتين حادات. خير يطلع يساري زين حادات. هذا الضرب بس السيف خلنا نشوفه يسار لو يميني. يميني شوف يميني اسنانه، خلينا نجربها. 3 2 1. هذا يتركب اي كليك، لا بس قوي قوي بيرست. خلينا نشوفه وسط قوي، لا لا وسط 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 بيست. القويات يعني يصير اوقف. اتوقع راح اسوي، راح افتح البلبل سيف الوهاج الجديد واخر هذه الجوه مالته وابدلها بالجوه مال سيف الوهاج القديم، يصير البلبل اقوى. حسنا راح بس بدل الديسك مال الجديد، احط له ديسك سيف الوهاج. احنا عندنا 2 ديسك وهاجي، راح اسوي نزال الوهاج فد وهاج. هذا الاول الديسك الوهاجي الاول، الثاني هذا البلبل، هذا بلبل لكن برق الصاعق الثاني. جيبه الاول اقصد، جيبه ايه وحش الظلام. هذا برق الصاعق، هذا برق الصاعق الجديد والبلاب بالجا نصف بالجا. اعتقد بهاي الجرايد جذاب. مش قلت لك هذا البرق الصاعق اخي المنسجم. خلينا نسدها كمل. المهم هسه انا شو تجيب برق الصاعق الوهاج. صاعق برق الصاعق الوهاج ليش عيفة عيفة هسه عيفة. راح اجيب برق الصاعق الكاسر. لا عيفة كثير. يلا جيب الحلبة الزرقاء، جيب الحلبة البيضة. جاهز اطلاقه. يلا اول نزال 3 2 1. استريت شكله حلو. واو دبل بيرست دبل بيرست يلا ضد الوميض، ضد الوميض لامع، ضد الوميض لامع، وراها ضد الجوكر. 3 2 1. صار قدامي الوميض فوق ما انطلق ضعيف، قدر يفوز على سيف الوهاج على النص على النص. هسه ضد الجوكر 3 2 1. بس انا متاكد انكسر. او نو انزين ما صار شيء. شوفوا ما صار شيء، ما صار شيء الحمد لله ما صير شيء. بس الضربة شباب كلش واو. وصلنا الفيديو، اتمنى عجبكم، اطلعكم اشتركوا القناة ما مشتركين. سلام. وبعد فتح البرد السيف الوهاج والوميض اللامع، البرق الصاعق المكسور والوميض اللامع والسيف الوهاج، واخيرا وليس اخرا الحلبة والمنجل الصاعق. هو بدونه كان ما اشتريناها. صح. هو الأهم. يلا حطوا لايك واشتركوا بالقناة ما مشتركين، ويلا نبلش. أقول لك أنا حطينا استيكرات السيف الوهاج. لا لا أنا هسه حطين شباب شوية نرجع لكم. طبعا شباب على ما صادق يكمل سقطني حلبة صغيرة، راح أسوي نزال بين الجوكر والبرق الصاعق العادي مالتنا ما مكسور. سقطني الحلبة صادق حلبة. عرقت شوف العرق استكرات صعب جدا كانها. اعيد اعيد خليتها يمي هسه شوية وادنيها بس خلطلك
ولا راح تفهمني انا اطلع شبي والله ما ادري ايه هسه اقدر اطلقه تاكوك شوية من يركب ريكورد عدل يراجع واو هذا المكسور هذا مكسوري تلعبت بالجديد لو يكون مكسور هذا قوي كلش هذا كلش خيرا كملت الاستكرات استكرين هنا وثلاث استكرات هنا واستكرين هنا استكرين هنا المهم الديسك ديسك وين ده زي هو الثاني وين ها زي صق وين الثاني عدل وين قلنا عند السيفل هاج مهم حلو كلش اللي راح مفروض هذه دوران بيها حول بس ما بيها تقصد مو حول تقصد يعني تتحرك ايه. والدرايفر خلينا نشوف اسنانه شو رايك اول سن متوسط قوي اسنان طبيعيه ما خلينا احكم وسط مثل ما الجوكر وسط وسط اوكي هسه سوي نزال ضد الجوكر حكى ها قبلها 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 الحلبة هنا اوكي شوف نشرح لكم عن المواصفات ثواني فوكس اول شيء شباب الحلبة فيها ثلاث خطوط على ما نقول مثلا غير متوازن يجي مثلا وهذا يجي منه هتشي راح يرجع على مود هذا الدفاع والهجوم على مود ما يخسر طاقته والحلو فيها يجوز مثلا بلبل هجوم قدر يعبره منه يقدر مثلا يجوز منه على هذا النصر يصعد ويطير مهم هذا شيء بالاحلام مجوفه تجويف قوي قبلها هنا انا اكو زلومه صغيره كلش امير تلعب بغير بلبل ما تلعب بالجوكر حكم تنكسر الحلبه غير متوازن طار السكر من يا بلبل منشق اصلا تخيل من قد قوة النزال يلا البرق الصاعق المكسور بلابل هو البلابل الجديدة كلها راح نلعب بيها بنزال واحد طبعا انا بلعب الجزله هو اللي صاخ اللي جهاز اطلاقي الخارق ما راح العب اللي انا سويته انا راح العب هذا هذا بسيط اعطيه الثاني الثاني وينه اي وين الثاني راح يجيب من اللي قرب جزء داخل الجوكر هل تبيه ما راح تلقى لا ما داخل الجوكر انا اضرب اثنين وانت تضرب اثنين يلا يعني انا اضرب استعداد ابدا 3 2 1 فعادة بسبب البرق الصاعق يلا جتني فازوكا الجوكر الحكم ابد ما طلقه 3 2 وفاز البرق الصاعق بدون كلام اللي هو مية يفتر وتحطم برق الصاعق قوي خلنا نسوي نزال على السريع هذا وين درايفر في الرقل في ركل ايف بريدة 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 انا عجبني ايش اسمه منزل الصاعق قوي يلا فاز عليهم كلهم 3 2 1 جو دبل بيرس تتعادل ويا الجوكر
درايفر بالقطع الجايدة فشنو حتى الرطار شوف هاي هنا فلذلك يقولون مو زينات بس الديسك خامته حلوة ما انطلق زين ترى اي ادري ثواني قبل عبد اجيب التنين بعد او لا اللي هي مو ساعه تسوي نزالات بدي اسوي نزال اللي هي بالمستعف والوامي ظل انا حسين ينكسر اللي هي بالمستعف ها شباب والله استمتاع لا يوصف ثلاثة اثنان واحد هاي اصلا مو نانا مير هاي هيك بلاستيك خارج اعرف ثلاثة حطيني من هسه راح تكسر جهاز الاطلاق شبيك كسرته لا ما انكسر يلا مامي ظلام ضد البرطس قاعد ظلام مامي ظلام ضد اللي هي بالمستعار أمينيا سوي تدري هتشي قام يفتر هتشي قام يفتر اللي هي هتشي هتشي قام يفتر وطلع الجوكر لا إلا نعيد المزعل مالت الومي ظلامة واللهيب المستعب أريد أشوف من هو صدق راح يفوز أنا أقول لهيب لهيب لهوبي 3 2 1 الومي ظلامة لا اذهب وسنزلوا لنا شيء من طلعك واشتركوا بالقناة باب اشتركين مع السلامة سووا نزالات